ملك، عاملة ايه؟ احكي لنا بقى، الموضوع بدأ معاكي من امتى؟ ويمكن اصغر واحدة فيهم، شفتي تجاربهم، هل ده هون عليكي؟ كتير. يعني أنا تعبت وأنا كان عندي 7 سنين، 7 سنين. كنتش فاهمة الموضوع أوي، مكنتش عارفة يعني ايه مرض، يعني ايه تعب، يعني ايه أصلا أبقى تعبانة وراقدة والجو ده. فأنا كنت عارفة يعني أول لما تعبت كشفنا وكده، وأنا كنت عمالة أسألهم فيه ايه ومحدش بيرد عليا خالص. فبعدين ماما قالت لي المستشفى دي زي تعب شوية كده، بس بعد كده هتبقي أحسن عشان انتي في وحش صغير في بطنك وعايزين نشيله. وقعدت تقول لي كده كذا حاجات أنا كان نفسي فيها وأنا صغيرة. قالت لي مش عارفة هيبقى شعرك أصفر ومش عارف ايه وكل ده. فبعد كده كانت أول جرعة عليا كيمو، كنت محجوزة، وفجأة لقيت ايدي بقى بيتحط لها كانولا وكده، وانا مستغربة يعني، اما اقول لها وفي ايه مش بترد عليا، بس شايفة ناس جنبي يعني اصعب مني، فكنت بستقوى بيهم دايما، كنت بحس ان انا يعني اقدر اخد طاقة منهم ان انا ابقى احسن. ودايما كنت بحس مثلا ان انا اشوف الغيري تعبان ازاي واخد الطاقة دي منه. كنت انا بلعب برضو باليه وانا صغيره، وقفت، وبعدين حصلت شويه حاجات قال ما ينفعش علشان ابتدي فتره العلاج والحاجات دي كلها، فوقفت. وكان دي طبعا كانت اكتر الحاجات اللي انا كنت بحبها جدا، وقفتها. وبعدين اخدت الكيمو وفتره العلاج دي كلها، وبعدين بقى بعد ما خلصت خالص ابتديت العب تاني، بس طبعا مش زي زمان. آخر جرعة عليا كنت تعبانة شوية، كانت شديدة، كانت من أصعب الجرعات عشان كان هي مكثفة. فساعتها كانت شفت بنت صغيرة خالص، كانت أصغر مني، كانت بيبي جنبي، وكانت عمالة تعيط وكده. فماما كانت تقول لي بصي عليها، بصي انتي هتبقي أحسن منها وهتيجي تساعديها بعد قدام، وتقولي لها ان انتي بقى بقيتي فخفيتي وبقيتي أحسن من الأول وكده. يا حمد، فيعني قصتك جميلة جدا، وعايزين نسمع أكتر ونعرف كمان أهم المواقف اللي ممكن يعني عمرك ما تنسيها وتنسوها كلكم، يعني المواقف اللي الذاكرة عمرها ما تنساها في رحلة العلاج الصعبة والمريرة مع مرض السرطان.